السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسوي مع بعض عصير جدا جدا مفيد، زين، بالذات لمن يعاني من ارتفاع في اليوريك أسيد، من اللي يحب أي شغلة ثانية. المكون الرئيسي فيه المادة الكرفس ممتاز جدا، بالذات اللي عنده مشكلة مع ارتفاع اليوريك أسيد عند بهالشغلات مفيد جدا. طبعا في الان اللي هني مثل ما تشوفون على المكون الرئيسي، والباقي كلهم موبل يعني كتدعيم فقط، ممكن الاستغناء عنهم، بالذات اللي يتبعون الكيتو طلعوا التفاح اذا تحبون برا. هني خياره وها ليمون لمن يرغب، كله عشان تنكيه. لكن المكون الرئيسي لو خضينا هالمكونين مع بعض عشان نعطي الماء فممتاز جدا. عشان أبين ترى حتى هاي ممكن أكلها الكرافس أكلها بدون أي شيء، يعني أنا عادة كنت أكلها سيقانها بالطريقة هذه، لكن جربته مع العصير جدا لذيذ وطيب. فالآن بنسوي قدامكم مثل ما تشوفون هالمكونات كلها. طبعا ماكينة العصر اللي هي الاستخلاص، هاي ماكينة نفسها مع الجزر مع غيره، فبنعصر العصر الآن ونطلع إن شاء الله. أفضل المواد يعني تكون باردة، تفاح بارد، الخيار بارد، الليمون بارد، عشان يجي واحد ياخذ العصير إذا ما يبي يحطيه للثلج ولا أي شيء بيكون جاهز، ما يحتاج أي شغلة. دقيقة هذا عصيرنا، الطعم طيب بالنسبة للي ما قادر يتحمل طعم الكرفس، فهني مخفف مع عن طريق التفاح الأخضر والليمون، وحتى الخيار ترى يعطي ماء أكثر يعني. وإن شاء الله طبعا الفارق ان هاي الياف بسيطه اللي طالعه منها وكميه عاليه، شغلات بسيطه، قشر التفاح هنا والخيار معظمه رايح والكرفس معظمه شيء بسيط فيه. الياف مفيد جدا، اتمنى تستفيدوا منه وتجربونه وتستفيدون ان شاء الله.